التمثيلية للتراث. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de prendre la parole au jour continental. Depuis ce début. إن العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية. إن احتفاءنا اليوم بالرأي يؤكد الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهوية الأمة وتراثها الثقافي من خلال الحرص على ترقية وحمايته من الاندثار، وهو ما أكد عليه مؤخرا على هامش الحفل التكريمي للمرأة الجزائرية يوم 8 مارس، أين دعا إلى حماية التراث الجزائري من التقليد ومحاولات الاستيلاء على مكوناته من قبل مزوري التاريخ، إذ لم يسلم أي عنصر من عناصر هذا التراث الثري من محاولات التحريف والسرقة على غرار الزليج والحايك وخيط الروح والبلوزة الوهرانية والقندورة القسنطينية والسروال الشلقة والكراكو، بل امتد حتى إلى الصور التراثية وسجل الأغاني للشخصيات والشخصين على الأقل القادرين رابح درياسة وعبد المجيد مسكوت. ببالغ من الغبطة والسرور أحضر معكم هذا اللقاء المتميز الخاص بإحدى ثمار العمل الجاد والدؤوب والمتواصل منذ مدة للحفاظ وتثمين أحد عناصر تراثنا الثقافي الغير مادي، ألا وهو التصنيف العالمي لفن الراي غناء شعبي جزائري. يعتبر التراث الثقافي الغير مادي روح الماضي الأصيل للأمة، فالحفاظ عليه هو الحفاظ على هوية وثقافة الشعوب. إن تسجيل فن الراي في قائمة التراث العالمي اللامادي لليونسكو الذي يبرز الهوية والتنوع الثقافيين للجزائر يعتبر فرصة حقيقية للحفاظ عليه من أجل الأجيال القادمة والسماح لهذا الفن بأن يكون دائما مصدر إلهام لكل الموسيقيين عبر العالم. واغتنم هذه الفرصة أيضا للإشادة بكل الباحثين والإنثروبولوجيين الجزائريين الذين يدافعون منذ مدة طويلة عن فن الراي والذين عملوا من أجل حمايته وإيصاله للأجيال.